واهلا بيكم طبعا في مصر. خلاص سيبنا اندونيسيا وجبال اندونيسيا الخضراء وجينا للجبال الصفراء. 3 2 1 جو. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا طالعين طلعه كده عشوائيه وفيديو عشوائي لوادي دجله. النهارده طبعا 8 من رمضان، هنشوي هناك ونفطر هناك وهنبيت ان شاء الله لتاني يوم الصبح. اتمنى يكون يوم يعني جميل ويعجبكم. طبعا معانا ضيفنا العزيز اللي شغال معانا في اي مكان. ضيفنا مين يا عم؟ انا طالع معاك في كل حته. شغال معانا في اندونيسيا، في كل القارات. شغال معانا في مصر، اي مكان معانا. دخلنا ادغال اندونيسيا ودلوقتي هنخش ادغال احراش او احراش مصر، يعني حتى مفيش احراش هناك عقبال بقى احراش افريقيا وادغال افريقيا. ربنا يكرم. ما تحب تقول حاجه للجمهور؟ لا والله انا مفرز الصراحه، فخلينا بقى بعد الفطار بقى لما نفطر كده. طيب بعد الفطار مش هنقول حاجه عشان الدنيا هتبقى ليله. انا لك طيب قال عامل ايه؟ هو اخبارك ايه؟ مش شايف حد قديم خالص. سعودي 110. هو عشان سعودي يعني يبقى 110؟ طب لو مصري. طيب احنا الحمد لله وصلنا وادي دجله والمنظر لذيذ ولطيف. يعني العربيات ما كانتش بتخش كده، حاجه كده من اللي هو بيقول لك بتوع الطاقه. الحمد لله وصلنا وادي دجلة وداخلين على الناس اهو. طبعا الناس كتير. صورة يلا صورة. الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ فين الفراخ؟ ايه ده؟ فين الفراخ؟ بقى لنا ساعه بندور عليه. والله العظيم ساعه بيدور عليه. شوف والله هطلع صف من جيبك كله. عايز نعمل ايه بقى؟ قول لي. فراخ في الشوايه وديها على النار. يلا يا رب. يلا عشان مش سيبك منها السكينه هنا. كنت عايز اعمل السلطه كلها وخليهم غير السكينه نضيفه. ما تسعرش اشتغل على طول. وقلني على شوايه شبك. تعالى تعالى. انت كنت عايز هني ولا خلاص؟ يا فاطمة كشت قصي. وكان معانا سعودي. الشيف سعودي. الشيف سعودي. الشيف سعودي. بيقطع السلطة. يا سعودي انت اجمل شيف في الدنيا. ودلوقتي احنا رايحين لمكان الشوي علشان نشوف الفراخ بتاعتنا. عندكم فراخ؟ الفراخ اللي انت جبتها متأخر. اه ايه شعورك بعد النطة؟ عندي صغط. هو انا بقول لك اخر لقطه. الحمد لله احنا الحمد لله احنا حطينا الحاجات على الشوايه ومستنيين بقى ايه ان احنا ناكل. والله المستعان باذن الله. بس عم بؤخرنا على الاكل والله للاسف. الراجل خد العربيه وشرخ لسه جاب الفراخ دلوقتي وقعدنا ندور على اي حاجه. والله دوخنا والله مش لاقيين شويه. اخد الفراخ وجري. انا واخد الفراخ وجري. انا خسرت الفحم بتاعي. هما كده بيحفلوا عليا على فكره. والله كده مش بنحفل. احنا حفلنا خلاص. احنا بخير. الله يبارك لك يا رب. ان شاء الله هناكل بعد شويه والصبح هيبقى فيه فيديوهات تانية. ده بقى اسمه جميل جدا، اسمه شبلي اسدي. طبط في الفيديو. انت في الفيديو انا بحترمك في الفيديو. وبعد ما فطرنا وشربنا الشاي وعملنا كنافه على الفحم ريحنا شويه لحد السحور وبعدين صلينا وقررنا نطلع الجبل. الموضوع متعب وانت صايم بس لذيذ. الحمد لله وصلنا الى قمه الجبل دلوقتي بعد ما قضينا يوم لطيف تحت في جبل من تحت. وفطرنا امبارح فطر مع محمد صاحبنا حبيبنا رفيق السفر في مصر واندونيسيا ودول شرق اسيا. ودلوقتي عملنا هايكينج لاعلى الجبل ويعني كان متعب شويه ولكن يعني لذيذ. ان شاء الله هنقضي شويه فوق الجبل هنا نستمتع بالاجواء وبعد كده هننزل ان شاء الله وهنروح وهيكون انتهى يومنا. ونتمنى يكون اليوم عجبكم يعني.
بس. ودلوقتي هنسأل محمد شوية أسئلة عن محمية وادي دجلة، ده طبعا بواقع خبرته، وبعد الأسئلة هنشوف رحلة النزول من على الجبل. يلا بينا. طيب يا محمد، أنا كان عندي سؤال بعد إذنك. يعني المحمية دي حجمها قد إيه تقريبا؟ لا أنا مش متذكر والله الحجم، بس هو مثلا طول الوادي تحت هنا، طبعا بنتكلم على تحت هنا في الوادي، طوله 12 كيلو. 12 كيلو؟ لكن مساحة المحمية لا طبعا أكبر بكتير، يعني بكتير جدا. يعني كل طبعا اللي انت شايفه قدامك ده وظهرك الناحية التانية، كل ده محمية وادي دجلة. واخد بالي. فكمساحة لا مش متذكر الرقم يعني، بس هو رقم الصغير يعني طول الوادي 12 كيلو. الوادي طوله 12 كيلو لغاية آخر نقطة فيه جوه اللي هو بيقول عليها الكانيون. 12 كيلو. النقطة اللي في الآخر اللي هي الكانيون دي بقى يعني طبيعتها مختلفة شوية، لأن وقت ما بيكون فيه مطر يعني غزير بقى بتلاقي قلبت شلالات حرفيا يعني. واو. وفي هنا برضو كذا نقطة، هنا في حتى هنا مكان قدام اسمه الشلال برضو. والمكان اللي قدام منك الناحية التانية ده لو ممكن توريهم برضو، المكان ده في الغالب بيقلب شلال برضو في وقت المطر. تعال نروح طيب قدام شوية. فهنا في كام نقطة كده بس، خصوصا الكانيون، لأن الكانيون اللي هو في الآخر ليه طبيعة شوية مختلفة. وهناك بقى كمان هتلاقي حفر مية بتيجي بقى الحيوانات البرية والطيور البرية تشرب منها في الغالب يعني. يعني هو في حيوانات وطيور هنا أصلا؟ في تعالف، في حمام بري، في اللي هو اللي اسمه الأبلق، طائر الأبلق. طائر مميز أوي هنا في المحمية يعني، بيبقى زي عصفور كده حجمه متوسط كده وبيبقى أبيض في أسود. شكل مميز يعني، هو مشهور أوي، أنت هتشوفه دلوقتي في الغالب يعني، أو لما الدنيا تبتدي تدفي شوية. وفي نحل بري، في الكلام ده موجود هنا. في طبعا بقى جوارح، افتكر قبل كده شفت نسر كان طاير. في برضه اعتقد صقور موجوده. في اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، طير انا بس للاسف نسيت اسمه، الواحد بقى مطبق فمش مجمع، نوع من انواع الطيور البريه اللي هي طيرانها خفيف شويه يعني، ما لهاش في الطيران. طب الجوارح دي ممكن تأذينا؟ لا لا خالص، انا عارف مالهاش دعوه بيها. لا لا خالص، الجوارح بتصطاد طيور يعني. طب احنا بقى في، هل في امكانيه بقى ان احنا نصطاد طيور من الطيور دي او اي حيوان من الحيوانات دي؟ انت محميه انت عشان تحمي الحيوانات والبيئه. ما انا لما دخلت المحميه لقيت ان في حاجات اصلا بتنافي قوانين المحميات، عشان يعني خلينا نقول للأسف الفترة الأخيرة بقى فيه إهمال كبير في الجانب المحميات وقصة محمية. يعني احنا هنا في وادي دجلة مبني أبسط حاجة، مبني سد. طبعا ان انت بتبني سد في جوه محمية انت بتغير النظام البيئي. حرفيا بتغير النظام البيئي، خصوصا في المنطقة اللي حوالين السد. يعني ايه بتغير النظام البيئي؟ يعني معنى كده ان في نباتات بتطلع على حساب نباتات، وما نباتات تطلع على حساب نباتات تانية، يبقى هيجي هيطلع على حسابها حشرات تانية، هيطلع على حسابها طيور تانية، فبتخلي اصلا بتوازن بيئي بتقال عليه اصلا يعني، هو هي بيئه او نظام بيئي هش، فانت بتقوم خربه خالص بقى. سواء بتبني سد، سواء بالدوشه اللي بتعملها، لان طبعا الدوشه دي بتاثر على الحيوانات، وخصوصا في المنطقه اللي في اول كيلو او اول 2 كيلو اللي عاملين فيها كافيهات وكامبات، وده طبعا شيء يعني بعيد تماما عن المنطق والقوانين حتى بتاع المحميات الطبيعيه حتى في مصر وبره مصر يعني. للاسف المحميه هنا وضعها بيتدهور يعني، الناس اللي بتيجي هنا من زمان طبعا عارفه المحميه عامله ازاي وعارفه النظام عامل ازاي، الطيور ابتدت تطير حمام بري. طب يا محمد، يعني اللي جاي لمحميه وادي دجله هنا تنصحه بايه؟ يجيب معاه ايه؟ يعمل ايه؟ ايه الاكتيفيتيز اللي ممكن يعملها؟ لا الاكتيفيتيز دي بقى ترجع من بني ادم للتاني يعني، ابسطها حاجه يعني التمشيه، مش هنقول هايكنج، هنقول التمشيه يعني. انت تقدر تتمشى في الوادي، الوادي ما فيهوش توهان يعني، لان انت وادي محاط بجبل من هنا ومن هنا، فزي ما هتروح نفس الطريق اللي هتتحرك منه انت داخل هترجع منه. تقدر تجيب معاك اكلك، تاكل، تتغدى، تفطر، تتعشى يعني، تشوي. ده اكتيفيتيز. طبعا لو انت لسه حد اول مره يطلع صحراء يعني خدها واحده واحده، ما انصحكش تطلع فوق اول مره، انزل امشي من الوادي، بعدين المره اللي بعدها ممكن تطلع، بس حتى لو تطلع فوق برضو يبقى بحساب يعني، ما تروحش وتطلع وتعمق جوه في الوديان الفرعيه اللي فوق اللي هي قدام مننا اللي احنا شايفينها دلوقتي، لان انت ممكن تتوه اللي هي هناك دي. محمد يقصد الوديان اللي هناك دي، هنا فوق في وديان فرعيه طبعا دي فيها توهان، لكن تحت هنا في الوادي الاساسي اللي هو الوادي الاساسي الكبير تحت، لا ما فيش اي توهان خالص، ما فيش اي حاجه. بس
في ناس طبعا بتيجي تركب عجل غابة مثلا عجل جبلي، بس طبعا ده برضو في مخاطرة ومغامرة شوية، فلازم على الأقل يكون طالع مع ناس محترفة عارفة بتعمل ايه اول كم مرة تستكشف معهم يعني، لان طبعا انت هنا الماونتن بايكنج يعني ايه لازم تكون فاهم انت بتعمل ايه على الاقل ستيب باي ستيب يعني زي ما بيقولوا يعني خطوه خطوه. طب يا محمد سؤال محمد، لو مثلا انا جيت هنا ومش معايا اكل وعايز اجيب اكل، هل هيبقى في اتاحه ان انا الاقي اكل ولا مش هلاقي؟ لا مفيش حاجه اسمها عايز اجيب اكل ما جبتش اكل، انت جاي بتبقى عامل حسابك في اكلك وشربك، اصل انت في صحراء، انت مش جاي فندق ولا جاي كافي شوب ولا يعني بغض النظر عن كنا بنتكلم عليه شويه على الكافيهات اللي في الاول دي، بس انت لو راجل جاي زي ما نقول كده بتستجم وبتفرغ الطاقه السلبيه اللي جواك، فاكيد مش هتيجي تقعد في الدوشه يعني، انت جاي في الهدوء وفي الطبيعه، فطبيعي هتبعد عن الدوشه اللي هي بتاع اول كيلو دي، فهتخش مثلا 3 4 كيلو جوه. فلا لازم اكلك وميتك طبعا معاك، لان مفيش طبعا اي مصدر للميه جوه، فخصوصا لو احنا في الصيف يعني، لو في الشتاء يعني او في الخريف نوعا ما الجو كويس ف ما بتحتاجش ميه كتير، لكن خصوصا في الصيف لا لازم طبعا معاك ميتك وزياده يعني عشان ما يحصلكش جفاف او اي حاجه زي كده. طيب لو انا مثلا الاكل خلص من معايا وعايز اكل تاني او عايز ازود، فايه اقرب مكان اجيب منه اكل؟ لا للاسف بقى ما فيش هنا مكان قريب يعني، انت هنا في قلب الصحراء اقرب نقطه ليك بقى هتنزل المعادي، فاللي هيخليك سكه كام كيلو تقريبا؟ يعني ممكن اقرب نقطه اللي هي بره على الاستراد يعني، بتتكلم في حوالي مثلا من بوابه المحميه لغايه مثلا هناك يعني بتاع 5 6 كيلو بكتير قوي يعني، ما كانش اقل حتى يعني، مش مشوار كبير، بس يعني ده في حاله يعني لو انت بقى معاك عربيه تمام معاك وسيله مواصلات يعني، انصحك بيه، لا معاك اكلك ومعاك شربك ومعاك حاجتك ومظبط حالك. وتذكره الدخول بكام هنا؟ والله موضوع تذكرة الدخول ده في تغيرات شوية معاير، فما تسألنيش فيه معلش يعني ده لا يا محمد مش مشكلة. احنا بنستفيد منك يعني محمد، من كبيري المتسلقين للجبال وللأوت دورز عموما. لا 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 ما شاء الله الكلام ده غلط طبعا. لا لا ولا كبير هو من تواضعه بيقول الكلام ده غلط يعني زي اي حد، وبالعكس في ناس طبعا يعني ما شاء الله يعني انا عارف ناس اشد مني بمراحل مراحل مراحل يعني. هو مين شاهين؟ انا سمعت اسمه بس ده اللي بيطلع في اليوتيوب. محمد شاهين عنده بياكل دود في الصحراء عنده سيرفايفل شانل يعني. ايوه عارف يعلم تكنيكات ويظهر تكنيكات يعني سيرفايفل كده. طيب ممكن نبص كده على الايه على الخيام اللي هناك دي. في ناس مخيمه هناك اهي، مش عارف باينه ولا مش باينه. احنا كنا مخيمين تحت هناك كده وفطرنا تحت، وبعد كده نمنا وصحينا الفجر، ودلوقتي ان شاء الله نتحرك لبره والله المستعان، وهنبدا رحله النزول دلوقتي بسم الله. انا جاي وراك اهو. رحلة النزول مش صعبة قوي ولا الطلوع. نزول اخطر من الطلوع ده اكيد. ليه بقى اخطر؟ لان بكل سهولة ممكن تتزحلق على عكس وانت طالع ممكن يكون كمجهود اكتر لكن كخطورة اقل بكتير، لان انت وزنك وانت طالع بيبقى مظبوط اكتر وانت نازل، توازنك وانت طالع اسهل من التوازن وانت نازل. ايوه بس طب العكس انت تبقى مركز اكتر وانت نازل من وانت طالع. ايوه حابب اقول لك على بعض النصايح قبل ما تروح محمية وادي دجلة. النصيحة الاولى عن الاكل والشرب، هات أكلك وشربك معاك قبل ما تدخل المحمية عشان جوه مش هتلاقي حاجة. والنصيحة التانية عن اللبس، حاول تلبس لبس مريح وما يضايقكش في الحركة، خصوصا لو هتعمل هايكنج، ولو هتروح في الصيف فاعمل حسابك في كاب أو حاجة تحمي راسك من الشمس،
وما تنساش المية الكتير، ويفضل تعمل حسابك في لبس زيادة عشان الأول أكيد هيتبهدل، ولو هتروح في الشتاء فاعمل حسابك في لبس تقيل خصوصا لو هتبات، وده عشان الجو بالليل بيكون بارد جدا، وبرضو يفضل تجيب معاك لبس زيادة. النصيحة التالتة عن الكوتشي، البس كوتشي مريح وما بيزحلقش، عشان لو هتعمل هايكينج هيكون صعب تستخدم كوتشي ملمسه ناعم، وده حفاظا على سلامتك. النصيحة الرابعة عن التخييم، لو حابب تخيم فالمحمية ما فيهاش خيم، هات خيمتك معاك وخيم في اي مكان تحبه. واخر نصيحة عن شبكة الموبايل، حاول تخلص كل امورك وشغلك ومواعيدك قبل ما تدخل المحمية، وما تخليش حاجة متعلقة وتكون مستني انك تهندلها جوه، لان مش هتلاقي شبكة في الموبايل. مبسوط يا محمد معانا النهاردة؟ الحمد لله. خلي بالك. مبسوط. الحمد لله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تبخلوش علينا بسبسكرايب ولايك وتعليق، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.